السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الموضوع الثالث، الحفاظ على النيل. أول حاجة قدامنا خريطة مصر. كنا بنقول قدامنا نهر الايه؟ نهر النيل. قدامنا هو نهر النيل، شايفينه؟ كنا بنقول شمال نهر النيل ايه؟ البحر المتوسط، برافو. وجنوبه ايه؟ المحافظات. يلا مع بعض نقول المحافظات التي تقع على نهر النيل: اسوان، الاقصر، اسيوط، الفيوم، ومحافظات كثيرة. يلا قبل ما نبدأ مع قصة الاستماع بتاعتنا سر الحياة نشوف النشاط الأول اللي عندنا. أوجد العلاقة التي توجد بين هذه الصور في كلمة. عندنا بعض الصور. أول حاجة قدامنا ولد يشرب الماء، هنا ولد يسقى الزرع، هنا السمك يعيش في الماء، هنا العصفور يشرب الماء. يبقى الأربع صور اللي قدامنا فيها علاقة واحدة، إيه هي؟ كلمة الماء. كلهم بترتبط بينهم كلمة الماء. أول صورة زي ما قلنا الولد يشرب الماء، تاني صورة الولد يسقي الزرع، تالت صورة السمك يعيش في الماء، العصفور يشرب من الماء. كلهم بصوا يا ولادي، بصوا كلهم كلمة الماء، بالماء، في الماء، الماء، كلهم يرتبطون وفيهم علاقة وطيدة بينهم في كلمة الماء. يبقى الكلمة اللي بين العلاقة بالكلمة التي تربط الصور ببعضها هي كلمة الماء. بعد كده نشوف النشاط اللي بعده. أول حاجة القصة بتاعتنا بتقول إيه؟ القصة بتاعتنا إيه؟ الصورة اللي قدامنا يا ولاد؟ قدامنا إيه؟ مركب وأطفال، والمركب عندها شراع، وإحنا فين؟ في نهر النيل. قلنا نهر النيل بتاعنا بيبقى إيه؟ جميل، يجري به الخير ويسعد به الإيه؟ البشر. وكنا بندعي له وبنقول له إيه؟ احفظه يا ربي، لأنه مصدر الخير والسعادة لمصر. برافو، ربنا وهب لنا النيل عشان ايه؟ يبقى هو ده مصدر الخير للدولة بتاعتنا كلها. نعمل ايه؟ اول صورة عندنا في القصة بتاعتنا اللي كانت عنوانها ايه؟ سر الحياة. ايه ده يا معلمتي، هي الحياة ليها سر؟ طبعا يا ولاد اي حد فينا عنده سر، بس سر القصة بتاعتنا النهاردة ايه هو؟ النيل. النهاردة بيقول لنا ان سر الحياة في مصر السر بتاعها الحياة. أول صورة قدامنا زي ما احنا شرحناها إن الأطفال راكبين مركب. طب مين اللي بيقود المركب؟ السائق؟ لا يا معلمتي، المعلم؟ لا طبعا. مين اللي يقود المركب؟ المركبي. برافو، أحسنتم، سمعاكم. النهاردة الأطفال بتاع اللي معانا أصدقائنا هيعرفونا إيه هو نهر النيل وإيه اللي بيبقى موجود حواليه وهو موجود في إيه. يلا مع بعض نبدأ نقرأ القصة. قصة الاستماع سر الحياة. كان يوما جميل فيه الشمس ساطعة والسماء صافية. أخذني أبي في رحلة نيلية بمركبة شراعية، وأعجبني كيف يحرك المركبي المركب يمينا وشمالا باستخدام الشراع. كان رجلا كبيرا في السن يظهر عليه أثر الشيب، لكنه قوي يمسك بحبل الشراع ويقود المركب بسلاسة ويسر. يعني بيقول لي إن الأطفال كانوا راكبين مع المركبي، اللي هو بيقول لك كان في يوم من الايام بابا اخده ووداه نهر النيل، ركبه مركب، وكان الذي يقود المركب المركبي كان رجلا كبير في السن يظهر عليه اثر الشيب، يعني عجوز كده بس قوي متماسك بحبل الشراع. كان ايه؟ ماسك بالحبل بتاع الشراع اللي قدامنا ده. شايفين يا ولاد ده الشراع؟ الشراع ده اللي بيتحكم في المركب تروح يمين او يسار.
كان يقود بحكمة ويسر وسلاسة، يعني يسر يعني بسهولة شديدة. وبعد ذلك دار حوار بينه وبين المراكبي. يلا نشوف ايه اللي حصل بين الولد والمراكبي. بعد كده ايه اللي حصل؟ جلست بجانبه وسألته: منذ كام عاما وأنت تعمل؟ نظر إلي وقال: هذا عملي منذ كنت طفلا مثلك، فقد قضيت في النيل على المركب أكثر ما قضيت على الأرض، فأنا أحب النيل. ثم نظر إلي وقال: ماذا تعرف أنت عن النيل؟ فقلت: لا أعرف الكثير. جلست بجانبه وظل ودار حوار بيني وبينه. إيه اللي هو اللي أنا قلته لكم من شوية؟ قعدت أسأله بعض الأسئلة: أنت بقالك كم سنة هنا؟ اشتغلت هنا قبل كده؟ رح قال لي: لا، ده أنا وأنا من سنك كده يا ولدي وأنا على المركب ده، قضيت في المركب ده وقت أطول ما مشيت على الأرض. ده دليل على حبه لعمله. المفروض كل واحد فينا يحب عمله اللي هو بإيه؟ بيعمله. أنا كمعلمة بحب عملي، أنت كطالب لازم تحب عملك تتفوق فيه. بدأت أنظر بقى، قال لي: أنظر حولك، أنظر حولك. هجد إيه حولك؟ قال له إيه؟ فقال: أنظر يمينك وشمالك. بدأت أنظر يميني وشمالي، ماذا ترى؟ فنظرت على يميني وشمالي وقلت: لو أرى مباني قديمة وحديثة وزرعا وحقولا وناسا يتحركون في كل مكان. قال: نعم، وقد كان هو حال النيل دائما، يسكن الناس حوله وتجد عنده الماء العذب ليشربوا ويسقوا الزرع والحيوان ويعملوا ويبنوا ويطوروا. فعند النيل وجد المصريون كل سبل الحياة والخير، فقد أقاموا حوله مدنا وحضارات كثيرة. بعد كده قال له ايه؟ يعني انا بصيت يميني وشمالي شفت مباني وناس رايحه وناس جايه ومراكب راكنه واراضي زراعيه، زي ما قلنا ان النيل بيدينا الماء العذب اللي هو الماء الحلو. ايه حواليه؟ قعد الناس ماشيه وتاكل وتشرب، بيستخدموه في البناء والزراعه والشرب وسقي الزرع ويبنون الايه المدن والحضارات ويطوروا كمان منه. رحت قعدت ايه؟ فضلت قاعد شويه كده في صمت افكر، وقلت له ايه؟ قلت له ايه؟ لكن نحن نشرب من الصنبور. قال له ايه؟ قال له: انا بشرب في البيت من الصنبور مش من نهر النيل. راح المراكبي قال له ايه؟ قال له: انظر مرة اخرى. ولكن رحت انا الولد سكت شوية، صمت وافكر، ثم قلت له: لكن نحن نشرب من الصنبور في البيت، ولم يكن ابي ولا جدي يعملن في سقاية الارض والمواشي، نحن نسكن هنا بالقاهرة مدينة حول النيل. المراكبي نظر إلي وقال: الماء الذي في الصنبور بالبيت جاء من ماء النيل بعد تنقيته، ينتقل من خلال شبكة أنابيب لكل بيوت مصر في جميع المدن حول النيل. ثم قال إيه؟ منذ البداية أنتجت كل المواد من الزراعة كاستخدام خشب الأشجار في صناعة المراكب للانتقال عبر النيل، أو استخدام الطمي في عمل الطوب للبناء. ثم بعد ذلك يجد الناس في هذه الأماكن حرفا وأعمالا لا يستطيعون القيام بها والتكسب منها، ومع تطور هذه الأعمال يزداد الاحتياج لمهن أخرى كالطب لعلاج الناس والمدارس لتعليم الصغار والهندسة للبناء وغيرها. ظللت أنظر إليه في صمت ظللت أنظر إليه في صمت
وأنا أتخيل كيف كانت الحياة في البداية وكيف تطورت. قال: هل تسمعني؟ قلت: نعم نعم. قلت: إيه؟ نعم. بعد ذلك فمعنى هذا إن مياه النيل هي سر الحياة. هي مياه النيل سر الإيه؟ الحياة. مياه النيل إيه؟ سر الحياة. فقال: نعم، نستطيع أن نقول أن ماء النيل هي سر الحياة. إن ماء النيل سر إيه يا أولاد؟ الحياة. وهنا كده نكون قرأنا القصة كلها اللي هي سر الحياة، اللي إيه هو سر الحياة عندنا في مصر؟ النيل. وقلنا: طب مين يقول لي النيل؟ النيل إيه واجبنا اتجاهه؟ عدم إلقاء القمامة، عدم إلقاء مخلفات المصانع. برافو. إيه تاني قلنا؟ لا نصرف في استخدام المياه التي تجيء منه. قلنا بيجي قال لنا في القصة الولد إن المياه بتيجي في البيت عن طريق الإيه؟ الصنبور. سامعاك وأنت بتقول. برافو. اتعلمنا هنا إن العمل عبادة. العمل إيه؟ عبادة. وإن كل مهنة ليها إيه دورها في المجتمع. المركبي يقود المراكب ويصطاد السمك. تاني حاجة الطبيب يعالج الناس، المهندس يبني المباني، المعلم يعلم الصغار في المدارس. كل واحد فينا ليه مهنة. وفي فيديو آخر إن شاء الله نبدأ إن شاء الله نحل مع بعض الأنشطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.